تعرف على طريقة وكيفية إيجاد كتم الإشعار على تطبيقكم شيئين، نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تطبيق شيئين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق شيئين سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدونه هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم شيئين. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. بلا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.